أرحب بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة. سارة السفيرة مساء الخير، أهلا بحضرتك. نور يا أستاذ عمرو، أهلا بحضرتك. أولا كيف تابعتي المشهد الانتخابي بشكل عام؟ الحقيقة عرس انتخابي جدير بالدولة المصرية، مشاركة المصريين سواء في الداخل أو في الخارج في تقرير مصير وطنهم حق وواجب وطني. أدوا هذه المهمة بنجاح، ردوا على كل الادعاءات والأخبار المضللة والكاذبة عن المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية، قدموا أروع الصور فيما يتعلق بالحق الانتخابي السياسي اللي الدولة كفلته للمصريين زي ما قلت لحضرتك في الداخل وفي الخارج. نعم، في الخارج أتوقف عند الخارج، أثر هذه الانتخابات كمرحلة مهمة في الاستقرار السياسي المصري بعد 30 يونيو، كيفية تلقي الخارج أو نظرة الخارج لهذا الاستقرار والخطوات السياسية الثابتة التي تحدث في مصر؟ الحقيقة أنه زي ما طبعا السادة المشاهدين وحضرتك عارف أنه الانتخابات الرئاسية بتبقى في الخارج قبل الانتخابات الرئاسية في الداخل إجراء انتخابها، والحقيقة أنه الجاليات المصرية في الخارج قدموا هذه النماذج المشرفة في المشاركة. والحقيقة لابد أن أنا يعني أثمن على دور اللجنة العليا للانتخابات الحملة الرسمية بالتأكيد للمرشح لا. السيد عبد السيسي، وأيضا الشركة المتحدة فيما يتعلق بنقل كل ما يتعلق بمشاركة المصريين في قطر. الخارج سواء من كبار السن، من السيدات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى الجيل الثاني والثالث. الرسالة اللي من وراء هذه المشاركة هو الالتفاف حول الوطن والمشاركة في تقرير مصير هذا الوطن. في الخارج بيبقى فيه الكثير من الأخبار المضللة على عكس الخارج، لأن هم بيبقوا عايز أقول يعني عرضة لأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بهذه المشاركة ومستقبل الدولة وبالتحديات الاقتصادية. كونهم ان هم ينزلوا، وانا شفت ناس طبعا في جايين من طبعا ولايات في مثلا الولايات المتحده الامريكيه نعم او في حتى كندا او في حتى استراليا، قاعد في عز البرد متكبدين صحيح هذه الرحله عشان يوصلوا لصناديق الاقتراع ويدلوا بصوتهم. بالتاكيد انه هذه المشاهد الايجابيه اللي احنا شفناها كان ليها تاثير كبير جدا في ان احنا بنقدم صوره الدوله المصريه، صوره مشاركه المواطنين المصريين في الخارج، وايضا رساله هامه وقويه للدول المضيفه لهؤلاء او لهذه الجاليات انه المصريين في الخارج بالعكس الدوله لما ادتهم هذا الحق في ان هم ينتخبوا ويشاركوا بصوتهم في الخارج هم لم يتوهوا في للحظه ان هم يشاركوا ويقدموا صوتهم. فبالتاكيد انه بنعكس الصوره الايجابيه للدوله، الديمقراطيه في الدوله، المشاركه السياسيه والعرس الانتخابي بشكل عام كان له يعني فضل كبير جدا في ان احنا نصدر هذه الاحتفاليه الديمقراطيه من جانب المصريين في الخارج. نعم، الاستحقاق الرابع بعد 30 من يونيو هو بالتأكيد أيضا للدوائر السياسية الغربية، كان مهم أن ترى شكل هذه الانتخابات الرابعة في مصر بعد 30 من يونيو، الشكل الذي خرجت به وكثافة التصويت وشهادة المنظمات الدولية قبل المحلية المتابعة للانتخابات بالحيادية والاحترافية حتى من قبل الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات، برأيك إلى أي مدى سيكون لهذا تأثير وسيكون هذا في شكل رصيد إضافي للتحول السياسي في مصر من وجهة النظر الغربية؟ الحقيقة من وجهة نظر الغربية المشاركة وطريقة الإعداد أيضا لهذا الاستحقاق الانتخابي بالتأكيد كان له مردود إيجابي جدا من زي ما قلت الدول المضيفة والمنظمات الدولية. بالتأكيد أن هناك يعني مراقبة دقيقة لما يحدث في مصر وللمشاركة السياسية في مصر، زي ما أنا قلت الكثير من الأخبار اللي بتقول عكس ده، أن محدش هينزل، أن المصري في الخارج أو حتى في الداخل مش هيتقدموا لصناديق الاقتراع، إنما هذا المشهد السياسي الكبير جدا
وفي هذه التحديات احنا عندنا امور بتحدث مش بس في دولتنا والتحديات اللي احنا بنمر بيها، انما كمان في حرب في غزة. يعني اذا الامور والاحداث السياسية والاقتصادية اللي الدولة بتمر بيها كبيرة جدا وتحدياتها كثيرة جدا. لما هذه الدوائر الأجنبية في الخارج والمنظمات الدولية وحتى السلطات المضيفة في الخارج ترى إن الشعب المصري بيلتف حول دولته لأن هو يقوم بالحق أو يمارس هذا الحق في المشاركة في الانتخابات، بالتأكيد أنه ده بيوري وعي الشعب المصري، ممارسته لحقوقه السياسية، تعامل اللجنة العليا للانتخابات. كنت بشوف كمان، وده أنا مشهد كان يعني جميل جدا، إن ما تنقله مراسلي أو ما ينقله مراسلي الشركة المتحدة فيما يتعلق بالمشاكل يمكن اللي كانت بتطرق على استفسارات أو أسئلة معينة من جانب المواطنين، كان على طول بيحصل نوع من أنواع التفاعل والرد وحل هذه المشكلة. الصورة دي من مشاركة سياسية من المواطنين، تفاعل من اللجنة العليا للانتخابات، المراسلين، الجاليات، الوزارات المعنية، بالتأكيد ده كان صورة إيجابية جدا للدولة المصرية للسلطات الأخرى المضيفة. شكرا جزيلا سعادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.